السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم عاصم منصور في النظرة اليومية للأسواق اليوم 13 أغسطس 2020، ونبدأ بتداولات مؤشر الدولار الأمريكي واللي سجل بعض المكاسب مدعوما بارتفاع مؤشرات أسعار المستهلكين، واللي سجلت ارتفاع بنسبة 6% خلال الشهر الماضي كإشارة لتسارع معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك الأمر يقلل من تفسير الفيدرالي الأمريكي لحزمة التسهيل واحتمالات اتخاذ المزيد من التسهيلات في ظل تسارع معدلات التضخم، وإشارة مبكرة أنه قد يتم الإبقاء على السياسة النقدية الحالية، وفي حال تسارعت معدلات التضخم هيكون قدام الفيدرالي إحدى الأمرين، هو رفع هدف معدلات التضخم أو سحب بعض التسهيلات، وده بالطبع هينعكس إيجابا على تداولات مؤشر الدولار الامريكي اللي من الناحيه الفنيه ارتد من مستوى دعم مهم قوي قرابه المستويات 92.50، ويجب ان يتم اختراق المستوى 3 او المستوى 94 والاستقرار اعلاه، سيكون لدينا نموذج قاع مزدوج او دبل بوتوم باستهداف المستويات 95.70، ولذلك يفضل بناء تمركزات شرائيه في حال اختراق هذا المستوى والاستقرار اعلاه. بالطبع ستنعكس تداولات مؤشر الدولار الايجابيه على تداولات مؤشر اليورو دولار، والذي ينتظر كسر مستويات 1.17 لتسجيل المزيد من التراجع الى مستويات 1.1450، ولكن من الناحيه الاقتصاديه يفضل انتظار بيانات مؤشرات مدراء المشتريات المقرر صدورها يوم الجمعه المقبل، وفي حال جاء دون المتوقع قد يحشد اليورو دولار المزيد من التراجع خلال الايام المقبله، ولكن بالنظر الى الاطار الزمني الاسبوعي سنلاحظ ان الحركه الحاليه هي تصحيح لموجه الهبوط القويه التي بداها الزوج من قرابه المستويات 1.25 من مستويات 4.2 فبراير 2018 الى القاع المسجل يوم 22/3 الماضي قرابة المستويات 1.0630، وهذا المستوى مستوى صحيح في بوناتشي في حال الاستقرار أدنى تلك المستويات، وخاصة المستويات 1.19 قد يسجل اليورو دولار المزيد من التراجع بشرط عدم اختراق المستويات 1.19، ولذلك تظل النظر السلبية قائمة على المدى المتوسط بالنسبة لتداولات اليورو دولار طالما حافظ الزوج على تداولاته أسفل مستويات 1.19، ويفضل بناء تمركزات شرائية في حال فشل كسر أو اختراق هذا المستوى. بالنسبة لتداولات الاسترليني دولار ننتظر ايضا كسر المستويات 1.2980، وبكسر ذلك المستوى بيكون الزوج كسر خط العنق لنموذج الرأس والكتفين على الاطار الزمني الاربع ساعات باستهداف المستويات 1.2815، ونلاحظ ايضا ان الزوج ارتد من خط اتجاه هابط على الاطار الزمني الاسبوعي، ولذلك ايضا ننتظر تكون اشارات فرص البيع باستهداف المستويات 1.28 كهدف اول، ومنها الى المستويات 1.25 كهدف ثاني. اما بالنسبه لتداولات المعدن الاصفر، ومن المتوقع ان يشهد المزيد من التقلبات والتذبذبات في ظل الاحداث الحاليه، ولكن اشرت في العديد من الفيديوهات والتعليقات على اسعار الذهب بانه مدعوم بزياده عمليات الشراء من قبل صناديق المؤشرات المتداوله والمدعومه بالذهب، في حال تراجع معدل الطلب من قبل تلك الصناديق سنشهد المزيد من التراجع، خاصة في ظل تراجع الطلب من قبل البنوك المركزية والطلب العالمي والطلب في قطاع المجوهرات، ولذلك أيضا يجب الحذر في تداولات المعدن الأصفر، ولكن من الناحية الفنية توفر مستويات 1900 دولار الأونصة مستويات دعم هامة وقوية، ولكن يفضل انتظار المزيد من البيانات قبل تحديد الاتجاه القادم للذهب والتداول بإدارة رأس مال حكيمة مع عدم بناء توقعات طويلة المدى عند تلك المستويات. أما بالنسبة لتداولات مؤشر الداو جونز، وباختراق المستويات 27600 يمتد الارتفاع الحالي إلى المستويات 29560، مع الأخذ في الاعتبار أن المؤشر قد يشهد المزيد من التقلبات في ظل الانتخابات الرئاسية المتوقع المقرر عقدها في نوفمبر المقبل، ولذلك يجب الحذر أيضا في تداولات مؤشر الداو جونز. كانت هذه نظرة سريعة للأسواق، تمنيت لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.